الحقيقة. طيب وين إحنا؟ ليش إحنا نايمين؟ ليش نايمين؟ الآن آخر شيء، طب أخذوا الأقصى وأخذوا القدس وعملوها عاصمة لإسرائيل. طيب طيب وبعدين بيطلع لنا نتنياهو وبيقول إنه إنه كل هذه الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان هاي أراضي غير محتلة، والتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية يقول بأن هذه أراضي ليست محتلة. إيش يعني؟ يعني ضم الجولان، إيش يعني؟ يعني ضم الضفة، يعني ضم القطاع، يعني طالما أراضي مش محتلة يعني إذن هذه جزء من دولة إسرائيل. يعني طب في 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 يعني هجوم وفي عنصرية وفي استهتار وفي احتقار للعرب والمسلمين أكثر من ذلك؟ طيب إيش ردود الفعل؟ ولا سمعنا ولا رد فعل على الإطلاق. ما في حكومات ولا في عرب متحالفين مع نتنياهو، متحالفين مع ترامب ضدنا. هذه الحقيقة، يعني مأساة كبيرة. هضبة الجولان مش محتلة؟ يعني طلعت والله في التلفزيون مع واحد متأمرك عربي متأمرك بين قوسين بيقول لي لا هذا يعني أمر واقع، سياسات أمر واقع، هذه الجولان تحت الإدارة الإسرائيلية والضفة الغربية تحت الإدارة الإسرائيلية، وهذه أراضي يعني من حق إسرائيل تضمها. بكل بساطة يعني لو كان في عرب وكان في مسلمين بيجرؤ هذا المتأمرك إنه يحكي هذا الكلام؟ نتنياهو يجرؤ إنه يحكي هذا الكلام؟ كانوا بترجونا إنهم يقعدوا يتحدثوا معنا، يتفاوضوا معنا، بترجونا إن نوقف الجنائز أيام الانتفاضة الثانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بترجونا إنه نجلس معاهم في المؤتمرات الدولية. الآن أصبحوا بيقولوا الجولان أرض إسرائيلية وقطاع غزة أرض إسرائيلية والضفة الغربية أرض إسرائيلية، والعرب عرب وارسوا بصفقون.